أستاذة فريدة من القاهرة تتفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا شيخ، أنا كنت عايزة أسأل على حاجة يعني كده استشير حضرتك فيها. اتفضلي. هو أنا جوزي منع دخول أهل البيت لأن كان في مشاكل بينهم وكده، يعني كنت غضبانة فترة وكان في مشاكل بينهم. ده من قبل المشاكل دي، من قبل الجواز ولا بعد الجواز؟ لا بعد الجواز. يبقى السبب أنتِ. لا مش أنا والله. أمال إيه؟ كان بينهم تجارة؟ بينهم إيه بالظبط؟ إيه اللي إيه؟ كان ألو؟ إيه اللي تسبب في اللي في اللي بينهم ده؟ كان بسبب يعني مامته وباباه شوية، ويعني ما كنتش أنا متأقلمة معاهم. يا سلام، يبقى مش السبب مش أنتِ، شفت أنا قلت إزاي؟ أنا فاهم إن أنتِ مش السبب. أنتِ أنا فاهمة، ممكن يكون أنا برضو جزء من المشكلة. بس هو المشكلة ان هو دلوقتي منع دخولهم تماما، يعني حتى لو انا تعبت او حاجة ما بلاقيش ان حد يبقى جنبي. طيب، وهو دلوقتي لما بتكلم معاه ان هو يعني يخلينا، مامتي وبابا برضه غلطوا فيا وسامحتهم وعديت الموضوع تمام مفيش اي حاجة، بس هو دلوقتي مصمم ان اهلي ما يخشوش البيت نهائي، ولو هيخشوا البيت يبقى انا بقى اروح ليهم ومش هنكمل مع بعض. طيب، فانا عايزة انت متجوزة بقالك قد ايه يا استاذة فريدة؟ سنة ونص. سنة ونص، يعني لسه بدري. اه طيب يا ستي، اقول لك انا حاجه، او دي شكل من اشكال المعارك اللي احنا بنقول عليها. طب نعمل ايه عشان نحل المشكله دي؟ اولا نصيحتي لزوج حضرتك يا سيدي العزيز، يا زوج السيده فريده، يا سيدي اقرب طريق لقلب مراتك اهلها. انت ممكن كنت تبقى عندهم الابن المدلل، الابن المفضل، لو انك انت رعيت بنتهم وفي نفس الوقت اتعاملت معاهم بالحسنى. الخلافات اللي بينكم والحاجات دي كلها قد يكون سببها ان هي ما زالت، واضح ان هي ما زالت بترى ان بطلها ابوها واخواتها، وبترى ان المكان الامن بتاعها هو بيتها، بيتها قصدي بيت النشأة. لما الانسان بيروح لبيت النشأة فهو بيروح للمنطقة الامنة، يسموها كده كونفورت زون، المنطقة الامنة بتاعتها. فايه رايك تتحول انت الى تحول البيت ده الى المنطقه الامنه؟ انا شايف ان في حاجات بتخليها هي مش حاسه بالامان، منها التهديد. انت بتقول لها لو حصل كذا تروحي بيت اهلك، انت فاكر كده ان انت بتحسسها ان انت حمش، انت فاكر ان انت كده بتبقى راجل ما يتكسرلكش كلمه. على فكره الراجل مش بيتحسب ان هو بتكسر له كلمه ولا لا، الراجل اللي مش عايز تتكسر له كلمه ما يقولش الكلمه اللي تضر. يبقى ايه اللي حاصل؟ لو كنت انت فاهم ان انت لو رجعت عن كلمتك وعملت الخير يبقى انت كده مش راجل، لا ده كلام مش صحيح. ده الراجل الحقيقي هو الذي يفعل الخير حتى وان قال غيره. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم على الشيء فاذا وجد الخير في غيره فعل الخير وكفر عن يمينه. وعشان كده عشان نعمل لنا ايه؟ نعمل لنا فرجة وشيء مخرج لكل الناس اللي عندهم تصلب على كلمتهم دول، فاحنا لازم نشوف ده. فانا بقول لك اللي انت بتعمله ده من ابعاد البنت عن اهلها، ابعاد الزوج عن اهلها، ده والعياذ بالله فتنه. بلاش تعمل كده، بلاش تفتن الزوجه. يعني هتفرح ان انت هي قاعده معاك ونص قلبها موجوع مش قادره تفكر معاك، وتيجي تقول لها افردي وشك، تفرد وشها ازاي وهي حاسه إن قلبها موجوع؟ أنت لو عايز فعلا تبقى أنت بطلها أمنها، وأول حد تأمنه منه هو أنت. ولذلك المؤمن من أمنه الناس. حاول تمارس الإيمان وتعمل عبادة تأمين زوجتك، هتجد إن قلبك انشرح وتجد إن ربنا يسرها. وأنت يا ستي عايزة تخليه يبدأ يتعامل حسن مع أهلك، ابتدي تتعامل بالحسنى مع ابوه وامه، هيفتح الباب. ليه؟ ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه، مش ما بينه ومش بينك وبينه عداوه، ده زوجك، ده لا ده زي ما بيقولوا كده انت عرضه وهو سترك وغطاك. فاتقي الله سبحانه وتعالى وابداي انت، ولما تبتدي انت ايه اللي يحصل؟ ربنا يفرج وييسر ان شاء الله.